بوند الثاني ما يلعب، ما يحبش يلعب، هو هو يعني عامل خايب كي ما تلعبش في تونس. في المستير يجيك ببليك، في صفاق يجيك ببليك، في سوسه يجيك ببليك، انديبوندامون من العاصمه، وتربح ببليك اتسيتيرا الى اخره. لكن الفينومين اللي موجود انديبوندامون فلوس، يخاف ما يحبش يلعب في تونس. المعلم تقصد؟ بالطبيعه يخاف المعلم يخاف ما يحبش يلعب في تونس. يخاف من الجمهور، يخاف من الحضور، يخاف من الصحفيين، يخاف من كذا، فهمتني؟ انديبوندامون من الفلوس. اما حد كيلعب في تونس يعني والنتائج ما تمشيش يعني يهتز عرشه شوي. هذاك من الحاجات تخليه يلعب.